أهلا بكم مشاهدين الأفاضل في عدد جديد من برنامج ناخب ومنتخب، والذي نخصصه للحديث عن محليات شهر نوفمبر الجاري وعن الحملة الانتخابية وبرامج المترشحين. في البداية أرحب بضيفي الكريمين، وهما السيد حالي تيم أمين، وهو مترشح في قائمة المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح عن حزب جبهة التحرير الوطني. أهلا بك سي أمين. شكرا أستاذ. العفو. كما أرحب بالسيد بن حزازة حكيم، وهو مترشح في قائمة المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بن وزداد عن حزب جبهة المستقبل. شكرا أستاذ. شكرا للاستضافة. نبدأ مع السيد حالي تيم أمين. من هو حالي تيم أمين أو المترشح حالي تيم أمين؟ نجدد الترحيب أستاذ، مرحب أخي حكيم، المشاهدين الكرام، معكم حالي تيم أمين، مترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات المجلس البلدي باش جراح. حالي تيم أمين 33 سنة، متحصل على شهادة ماستر في الرياضة وليسونس في المحاسبة والجباية، ناشط جمعوي، ناشط جمعوي. القائمة تاعكم، القائمة تاعنا فيها مزيج بين الخبرة والوجوه الجديدة، الشباب. نعم، نصف القائمة شباب. نعم. ومن هو السيد بن حزازة حكيم الذي ترشح في بلدية بن وزداد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بن حزازة حكيم 29 سنة، متحصل على شهادة الماستر مالية ومحاسبة، مترشح عن قائمة حزب جبهة المستقبل لبلدية محمد بن وزداد. نعم. سيد حالي تيم أمين، ما هو جديد هذه المحليات؟ جديد المحليات أستاذ القانون الانتخابات. نعم، قانون الانتخابات كان أعطى فرصة لظهور وجوه جديدة للشباب والطلبة، خاصة الجامعيين كان صارم في المطالب تاعو، والعنصر الأنثوي. نعم، كان مد المناصفة للعنصر الأنثوي، المناصفة في الترشيح طبعا. في الترشيح. نعم، إضافة إلى إعطاء كل مترشح فرصة. نعم، للانتخاب عليه بالتشطيب. نعم، يعني أعطى حرية للمواطن أنه يختار المترشح. نعم، الذي يراه مناسبا. نعم. سيد بن حزازة حكيم، نفس الشيء، ما هو جديد هذه المحليات؟ والله حقيقة يعني نضمن هذه الانتخابات راح تكون يعني تسير بطريقة حسنة، خاصة أنه السلطة أول مرة راح تنظم من طرف السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات. أيضا راح تكون القائمة مفتوحة. نعم، راح يكون حرية الاختيار في القائمة أيضا للمواطنين، يعني كل واحد واش يسوى في الشارع والقيمة دياله اللي راح تكون، يعني راح يجسدها من خلال التحاور مع المواطن وكيفية. نعم، إقناعه. راح تكون أيضا بالتشطيب على الشخص اللي يوضع فيه المواطن الثقة. نعم، هذا شيء مهم، يعني يوضع علامة، مش يوضع لا. نعم، يوضع علامة أمام الشخص اللي يوضع فيه الثقة دياله. نظن أنه هاد الطريقة في الانتخاب راح تكون ناجحة إن شاء الله، ونشوف إن شاء الله إقبال كبير للمواطنين. ومبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيح في القوائم بالنسبة للبلديات ذات الكثافة السكانية العالية، ما هو رأيك فيها؟ المناصفة شيء مليح، يعني شيء راح يكون ناجح في المستقبل، خاصة إشراك العنصر النسوي اللي راح يكون يشارك بقوة في القائمة. والقائمة الآن ما فيهاش يعني تات دو ليست. نعم، يعني جميع المترشحين عندهم فرصة أنهم يكونوا هما في البلدية، وما كاش كذلك نسبة في النتائج بالنسبة للمرأة مثل ما كان سابقا. نعم، يعني الآن. نعم، المواطن هو حر يختار مترشح أو المترشحة كما يشاء. يعطيك الصحة، اللي يوضع. نعم، فيها الثقة، هو اللي يوضع فيه الثقة، ولا الرجل اللي يوضع فيه الثقة ويشوفه مناسب إن شاء الله باش يقود القاطرة إن شاء الله المستقبل أفضل إن شاء الله. وهذه الثقة مربوطة بوعود المترشحين والصلاحيات التي يخولها لهم القانون. أكيد. ماذا ترى، ماذا يعرف المواطن من صلاحيات
المجالس المحلية المنتخبة نتابع مع تصريحات المواطنين. يخدم البلدية يشوف مشاكل تاع البلدية تاعو تاع المحيط تاعو، يشوف الشباب، يشوف السكنة، يشوف الماء، يشوف النظافة. ما أعطينا خدمة، أعطينا سكنة وثأمنا بلادنا. هذا ينحي الكوسيم والكرافاطة ويخرج مع الشعب والله كوميونيتي تاعو. واش يخص واش يخص السيد حاليتيم أمين؟ سمعنا إلى عينة من المواطنين رصدتهم كاميرا الوطنية تي في في الشارع هنا بالعاصمة، ما رأيك في هذه التصريحات؟ تصريحات مواطنين، مطالب المواطنين مطالب بسيطة، لا ما تطلبش معجزات ولا أمور كبيرة من رئيس المجلس البلدي غيرها. نعم. التوظيف أو سكن أو نظافة، هذه الأمور ما نقدروش، ما يقدرش أي رئيس يتهرب منها. ولكن هل الصلاحيات اللي أعطاها له القانون خاصة 10-11 تسمح له باش يلبي هذه المطالب؟ مثلا السكن شو ماشي من صلاحيات الرئيس البلدية، من صلاحيات الرئيس البلدية يطلب زيادة. نعم. في وهو عضو في لجنة التوزيع، هو عضو. نعم. في لجنة الدائرة أو الولاية المنتدبة. نعم، مخول له القانون أنه يطلب زيادة في في العدد كما احنا نقول الكوطة تاع التوزيع. نعم. لكن عدد ما يكفيش الملفات اللي عنده، يطلب يزيدوا له باش يوفي الأحياء. نعم. أحياء البلدية. هل ترى بأن الصلاحيات التي يخولها القانون الحالي لرئيس البلدية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي كافية؟ ليست كافية. إذن كيفاش تشوفها؟ نشوفها مجحدة نوعا ما. مثلا نعطيك مواطن آخر قال السكن وزاد قال التوظيف، لأن العمل، هل رئيس البلدية يقدر يوظف؟ يوظف في إطار محدود، ما يمكنش يوظف جميع المواطنين في البلدية. نعم. يمكن يوظف في عمال تابعين البلدية، عمال تابع، بصح ما يمكنش يوظف كل الإطارات لهم. عنده ناس متحصلة على شهادة جامعية، عنده ناس متفوقة، ما تقدرش، نعطوا مثال، ما تقدرش توظف مهندس في بلدية. نعم. راح المستوى تاعه ما يتكافئ. حتى إذا احتاج مهندس راح كاين قانون، كاين مسابقة، كاين الوظيفة العمومية من تراقب، يعني كاين إجراءات إدارية وكاين جهات اللي تشرف معنية على مثلا هذه المسابقة. أكثر من ذلك فالحكومة هي اللي تفتح المناصب، وليس المناصب المالية، وليس رئيس البلدية. ولكن من خلال القانون كذلك كان يعني مبادرات يقدر يقوم بها رئيس البلدية ويفتح مناصب الشغل ولو مؤقتة. هنا تولي الحالة الاقتصادية للبلاد. نعم. رانا جايين سنتين تاع كورونا، وقبلهم. نعم. سنة حراك. نعم. أثر كثيرا على الحالة الاقتصادية للبلاد. لكن نتمنى فقط، وهذا ما يتمناه المواطن، بأن سنتين كورونا وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء، ما تبقاش حجة كذلك بالنسبة للمجالس المقبلة المنتخبة المقبلة. إن شاء الله. شكرا سي أمين. نرجع إلى السيد بن حزازة حاكم في نفس الشيء، في نفس الموضوع، وش رأيك في الصلاحيات التي يخولها القانون الحالي للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه؟ نظن أن الصلاحيات اللي منوحة الآن للمجلس الشعبي البلدي والرئيس البلدي نظن أنه جات مجحفة. بالنظر أن الصلاحيات دياله محدودة بشكل كبير، نظن أنه رئيس البلدية الآن يقدر يساهم في المجال تاع النظافة ولا المجال تاع تسيير البلدية بشكل يعني لائق، يعني حتى تسجيل بعض المشاريع البلدية تاع التنمية البلدية، يسجل المشاريع ويجسدها كذلك. أكيد هذا أكيد بحكم القانون كذلك. أكيد مشاريع. نعم. يعني جايك للنقطة هذه. فيما يخص المشاريع أيضا، لازم البلدية تبادر أيضا بخلق مناصب شغل ما هي الآلية لخلق مناصب الشغل بالنسبة للمجلس الشعبي بلدي؟ نظن أنه البلدية قادرة تقوم بمشاريع لتشوف أنها تقدم لها إيرادات. نعم. إيرادات. نعم.
وتخلق مناصب شغل. يعني تقدر حتى تفتح مؤسسات تابعه للبلديه والقانون يسمح بها. اكيد اكيد. نعم. اكيد يلزم تخمم كيفاش تدخل ايرادات من هذيك المشاريع باش تزيد تستثمر الاموال الاخرى. نعم. في مشاريع اخرى اللي راح تقلص من نسبه البطاله. نعم. في البلديه يلزم المشاريع تكون دراسه دقيقه ومعمقه قبل المبادره في هذه المشاريع. ان شاء الله احنا راح عندنا برامج متنوعه على مستوى البلديه. نعم. راح نتكلموا على البرامج في المحور الثاني او في الجزء الثاني من الحصه، ولكن نطرحك السؤال اللي طرحه المواطن. انت راك في الحمله الانتخابيه الان، يجيك مواطن يقول لك انا كي انتخب عليك يخصني سكن، توعدني بني تمد لي سكن، يعني كيف راح يكون الجواب تاعك؟ لا لا، ما نوعدوش سكان بالسكن. نعم. لازم ما نبادروش في الحمله الانتخابيه اللي كان يعني رئيس الحزب ديالنا كان نوه لهذا واشار لهذا الموضوع، انه لازم ما يكونوش الوعود الكاذبه. نعم. في مجال السكن، السكن موضوع كبير يعني موضوع، ورئيس البلديه ما عندوش يد في هذا الموضوع يعني بشكل كبير. أكيد هو عنده لجنة، وعضو في اللجنة الولائية، لكن ما عندوش السلطة الكاملة في 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 هذا المجال. نظن أن المواطن نقدروا نوقفوا معه ونطمنوه ونقول له رانا هنا يعني قادرين يعني نعاونوك ونمنحوا السكن للناس اللي تستاهل يعني. نعم. نوقفوا مع يعني الناس اللي تستاهل. يعني اللجنة لازم رئيس البلدية كذلك. أكيد. ما يقولش ما عنديش صلاحيات، وإنما لابد أن يفرض نفسه في اللجنة، لأنه هو الأدرى يعني في أعضاء اللجنة. أكيد. بالحالات الاجتماعية لسكان بلديته. أكيد أكيد. نعم. في المجلس القادم يعني أنا كنت ناشط على مستوى الحي ديالي، كنت في. نعم. لجنة حي يعني توزيع السكن تم استدعاء المجلس السابق. المجلس السابق. نعم. نعم. تم استدعاء يعني لجان الأحياء والجمعيات لوضع القائمة الخاصة بالسكن، لأنه لجان الأحياء والجمعيات هما على دراية كبيرة بالناس المحتاجين حقيقة للسكن يعني. نعم. الناس اللي محتاجين حقيقة على السكن. الحمد لله الأمور مشات على أحسن حال، ونحييه يعني رئيس البلدية اللي كان في العهدة السابقة، وهو أعتقد أنه مترشح معنا يعني في حزب المستقبل. إنسان يعني اللي يعرف كيفاش يسير البلدية بطريقة حسنة، والحمد لله إجماع كبير يعني تلقيناه من الشارع كي قمنا بالخرجات الميدانية والتجمعات الشعبية. نظن أنه نطمن السكان تاع بلدية محمد بلوزداد ونقول لهم القادم أفضل إن شاء الله لبلدية محمد إن شاء الله. سيد حاليتيم أمين، نرجع إليك وبالسؤال التالي. طبعا في إطار المهام، طبعا احنا نلاحظوا بأن الكثير من المترشحين عندما يجوا للبلاطوهات أو الاستديوهات قال صلاحيات يعني محدودة إلى آخره، ولكن عندما يروح يواجه المواطن يبدأ يقدم في وعود ربما ماش من صلاحياته. كيف تعلق على ذلك؟ نحن احنا يدخلنا الحملة الانتخابية بدون وعود. نعم. ونتكلم عن نفسي كمترشح. نعم. من مدوش وعود، عندي وعد واحد نمد لكل ذي حق حقه. نعم. هذا من هذا الباب تاع الوعود، وندير لك وندير لك ونتجرب مشاعر الناس. كاين ناس بزاف تقول كيما بلدية باش جراح اي عندها قائمة تنتظر تاع سكنات الاجتماعية، سكنات الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي. نعم. مازال ما توزعتش من 2012. كاين ناس راهي تدخل وتقول نعطي لكم القائمة هي محطوطة واجدة. نعم. تنتظر التوزيع. كاين ناس يتاجر بمشاعر الناس، نعطي لك دار نعطي لك. لا، احنا دخلنا الحملة الانتخابية بدون وعود. ما عندنا والو لحد الآن في يدنا باش نقدروا نقولوا للناس نمدوكم من هذا الباب. صلاحيات تاع المجلس البلدي يمكن نغيروا أمور كثيرة في البلدية اللي تعاني منها. بالقانون الحالي. بالقانون الحالي. تدخل في النظافة، تأسيس جمعيات، لكوميتي تكارتي. حتى المجلس الشعبي البلدي منقسم إلى لجان، وكل لجنة عندها اختصاصها وتتقدم إلى في المجلس باقتراحات بتوصيات وتصادقوا كذلك على المشاريع. يعني ماشي معناتها بأن القانون الحالي نحى كل الصلاحيات للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه. يعني من يقول ذلك فهو يبرر الفشل، أليس كذلك؟ هذا نعم. هذا هكذا يقول المواطن. نعم،
لي برر يقول لك نحاثي لا، كما نتكلم على البلدية تاعنا. نعم. البلدية تاعنا الآخر 4 سنين هذه تعرضت للفشل، رئيس المجلس البلدي القادم تعرض للفشل، ما تعاملش مع الجمعيات، ما تعاملش مع اللجان، ما تعاملش، كانت راحت من البلدية كما احنا نقولوا بالعامية. نعم، يعني ما كانش ينسق مع المنتخب او اعضاء المجلس الشعبي البلدي. لم يكن تنسيق معنا اعضاء من المجلس البلدي القادم، كان ما كانش عندهم صلاحيات اصلا، كان يتكلموا واش درتوا للمواطنين باش حنايا نهضروا بها في الحمله الانتخابيه تاعنا. يقول لك ما كانش عندنا صلاحيات، كان المسؤول عليها رئيس البلديه، تحمل مسؤوليه البلديه كامله. دعني نتوجه بهذا السؤال الى المترشح بن حزازه حكيم فيما يخص الصلاحيات في القانون البلدي 10-11 بالنسبه للاعضاء، اقصد اعضاء المجلس الشعبي البلدي، نواب الرئيس ورؤساء اللجان. كيف ترى يعني القانون هذاك؟ واش من الصلاحيات التي اعطاها لهؤلاء؟ نظن انه علاش السؤال هذا مطروح؟ لانه السيد حاليتيم امين يقول احنا في باش جراح كان رئيس البلديه، هذا يعني كلامه وليس كلامي، يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي كان مستحوذ على كل شيء وما يعملش مع الاعضاء نتاعو. هل ترى هذا في القانون او ضعف كذلك من الاعضاء؟ نظن انه صلاحيات رئيس البلديه صلاحيات محدوده كما قلت سابقا، ولكن اعضاء مساعديه الأعضاء المكتب التنفيذي البلدي اللي يتكون من نواب الرئيس ويتكون كذلك حتى من الاعضاء المنتدبين للملحقات او بعض المناطق، هذا هو المكتب التنفيذي. وكاين لجان كذلك، لجان يترأسها رؤساء لجان ومنقسمه حسب كذلك اختصاصات، حسب القطاعات، مثلا لجنه الشؤون الاجتماعيه والشؤون الرياضيه والثقافيه، لجنه الماليه والمشاريع، عندنا لجنه مثلا الري والزراعه الى اخره. يعني كيف ترى صلاحيات هؤلاء الاعضاء؟ لان كاين اشكاليه مطروحه فعلا، بعض رؤساء البلديه أكيد لا ينسقون مع بقيه الاعضاء بما فيهم اعضاء المجلس الشعبي البلدي. هل هذا ضعف؟ هل هذا يعني فجوه في القانون او تراها ضعف كذلك من اعضاء المجلس الشعبي البلدي؟ انا نظن انه اعضاء المجلس الشعبي البلدي لازم يقوموا بالدور ديالهم كما ينبغي، والاعضاء عضو في البلديه ماشي انه في المكتب. نعم. كل يوم في المكتب لازم تخرج للمواطن، لازم يحس انه راك في تماس معاه. نعم. وإذا كان رئيس البلدية يعمل لوحده، يعني العضو هذا حتى يخرج إلى آخره ولكن ما يقدر يدير والو. ونعطيك فقط باش يعني نقطة هامة جدا، مثلا نواب الرئيس القانون 10-11 يقول بأن نائب الرئيس الدور تاعو شنو؟ يمكن لرئيس البلدية أن يكلف نائبه. البعض يقول لك إذا ما كلفتوش أنا ما نحتاجوش. أنا أقول أنه دائما ما دام راك في البلدية عندك مسؤولية كبيرة. نعم. يجب ما تستناش دائما رئيس البلدية، رئيس البلدية هو عنصر مكمل للأعضاء. نعم. لكن أنا نقول أنه أعضاء المجلس. نعم. الشعبي البلدي لازم يتحركوا وما يقعدوش في المكتب، العمل الكبير راهو في الساحة، في الميدان. في الميدان. نعم. نعم. في الميدان لازم تخرج للمواطن، لازم تعيش مع المواطن، لازم تعرف المتطلبات اللي يسحقها المواطن في جميع المصالح، لا سيما يعني مصلحة التعمير ولا مصلحة الاجتماعية ولا في البيئة، يعني كل مصلحة لازم تقوم بالمهام تاعها وتتوجه للميدان. احنا الحمد لله في بلدية محمد بلوزداد. نعم. تم تأسيس 42 جمعية على مستوى البلدية، مجهودات كبيرة كانت بودلت يعني بالتنسيق يعني مع رؤساء الجمعيات ولجان الأحياء، كانوا عنصر مكمل للبلدية، هما ينقلوا الصورة يعني اللي تكون يعني في الشارع ينقلوها للبلدية. شكرا سي حكيم. شكرا لك. نرجع إلى السيد حاليتيم أمير وهو مترشح في المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح عن حزب جبهة التحرير الوطني. فيه ننتظر مراجعة أو صدور قانون جديد للبلدية، كيف تتمنى أن يكون هذا القانون؟ يكون قانون منصف لرئيس المجلس البلدي والأعضاء المجلس البلدي، ومنصف للمواطن على الأكثر. ألا ترى بأن من الضروري توسيع صلاحية المجلس الشعبي البلدي ورئيسه؟
كذلك صلاحية الأعضاء كذلك داخل المجلس، حتى لا يتكرر ما ذكرته أنت حول مثلا في السابق في العهد السابق أن رئيس بلدية يدي كامل صلاحيته ولا يستشير حتى الأعضاء. نعم، القانون يجب إعطاء حق النائب يعني تحديد عضو صلاحيات. تحديد عضو في تحديد الصلاحيات انت من القانون هذايا يمد لكل عضو مجلس البلدي صلاحيات، يمد الصلاحيات يقسم الاعضاء. نعم السيد، نفس السؤال بالنسبه للسيد بن حزازه حكيم، كيف تتمدى ان يكون القانون البلدي المنتظر؟ نظن انه لازم اعاده النظر في قانون البلديه، توسيع المهام لرؤساء البلديات وكذلك حتى الرئيس. أكيد أكيد رئيس البلدية باش يقدر يساهم في التغيير الحقيقي والدفع بحاجة للتنمية الحقيقية في البلدية. نعم، شكرا سي بن حزازة حكيم. وقت أو الجزء الأول من وقت البرنامج انتهى، سنواصل الحديث بعد الفاصل مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في الجزء الثاني من برنامج ناخب ومنتخب، والذي سنخصصه الآن للحديث عن الحملة الانتخابية وبرامج المنتخبين. أرحب مجددا بضيفي الكريمين، وهما من يميني السيد حالي تيم أمين، وهو مترشح في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية باش جراح. أهلا بك سيد أمين. شكرا مجددا مستمد. العفو. كما أرحب ثانية بالسيد بن حزازة حكيم، وهو مترشح في حزب جبهة المستقبل ببلدية محمد بالوزداد. مرحبا بك ثانية. شكرا. نبدأ الحوار مع السيد حالي تيم أمين. أنتم باشرتم الحملة الانتخابية في بلدية باش جراح منذ بدايتها وهي تقترب من نهايتها، كيف تقيمون الحملة الانتخابية؟ صراحة الحملة الانتخابية تمر على أحسن وجه، تلقينا استقبال حسن وجيد من السكان. نعم. قمنا بعدة تجمعات. تقدر تذكرنا بعض التجمعات؟ قمنا بتجمع في حي باش جراح. نعم. قمنا في واستمعنا آراء المواطنين ومشاغلهم. قمنا زرنا حي 20 أوت اللي هو ديار جماعة. نعم. قمنا بتجمع في حي لاغلاسيار، أكثر من 5 تجمعات دنا في حي لاغلاسيار. كيف كان إقبال المواطنين على التجمعات؟ كان إقبال كبير، كان إقبال حسن، رحبوا بنا، تلقينا ترحيب ما تصورتوش أنا نلقاه. نعم. مع التعليقات اللي لقيتها من المواطنين قبل الانتخابات أثناء الحملة الانتخابية، لقيت استقبال حسن خاصة مع الوجوه الجديدة والطاقة الشبانية اللي دخلت هذه الحملة الانتخابية. نعم. تلقينا يعني تقصد بأنكم رجعتوا شوي الأمل للمواطنين. نتكلم على الحزب جبهة التحرير الوطني، استرجعنا الوعاء الانتخابي تاعنا في بلدية بنجرح، ومعروف عندنا وعاء كبير انتخابي فيها، وهذا ستظهره النتائج يعني بإذن الله. من خلال نتائج الانتخابات بإذن الله. نعم. 27 نوفمبر كما لم يبقى الكاتير. زرنا حي البدر من أحياء المهمشة، زرناها واستمعنا مطالب الناس وأمور بسيطة. سنتكلم عن هذه المطالب بعدما أتوجه بنفس السؤال للسيد بن حزازة حكيم، وكيف كانت الحملة الانتخابية في بلدية بلوزداد؟ أولا يعني الحملة الانتخابية يعني مرت بشكل حسن في بلدية محمد بلوزداد. كنا نزلنا للشارع وتحاورنا مع المواطنين وحاولنا نسمعوا المشاكل ديالهم وش هما المطالب ديالهم. تنقلنا عبر كامل أقطار بلدية محمد بلوزداد. يعني قمتم بالعمل الجواري. بارك الله فيك. قمنا بعمل جواري، حاولنا نمس كامل الأحياء في البلدية. تقدر تذكرنا بعض الأحياء مثلا التي زرتموها أو الشوارع؟ حتى الشوارع. نعم. توجهنا يعني الحمد لله احنا القائمة ديالنا تم تنظيمها يعني في كل حي وضعنا مترشح،
مترشح يعني هو اللي راح يكون خارجة المدنية، نروحوا للحي تاع المترشح. نعم. اللي راح يكون مترشح يجمع لنا السكان تما، لجان الأحياء، الناس يعني اللي يعرفوا المشاكل تاع الحي هذاك. الحمد لله توجهنا الأحياء هذه مثل حي أبو قرفة. نعم. حي أحياء أخرى يعني كل بلدية حولنا نمسوا كل الأحياء. قمنا أيضا بتجمعات شعبية، يعني في تجمعات شعبية كان سوء الأحوال الجوية هو اللي. نعم. كان أثر أيضا يعني على كان الإقبال ضعيف. نعم بسبب. نعم. طبعا أنتم تنسبوه إلى نعم سوء الأحوال الجوية. نعم. الحمد لله يعني في التجمع الشعبي قمنا بتجمع واحد على مستوى المركز الثقافي 11 ديسمبر، كان يعني تجمع يعني إقبال كبير من المواطنين، لكن كما قلت لك سوء الأحوال الجوية يعني اللي أثر أيضا على 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 الحملة الانتخابية ديالنا، خاصة في الخارجات الميدانية اللي قمنا بها على مستوى الأحياء. لكن إجماع كبير أنه الحملة كانت ناجحة بكل المقاييس، وإن شاء الله يوم 27 نوفمبر إن شاء الله نشوفوا يعني القائمة ديالنا. قبل ما نروحوا اليوم الانتخاب نرجع إلى السي حاليتيم أمين. السي حاليتيم أمين منذ قليل وأنت تتحدث تقول استمعنا إلى انشغالات المواطنين، هل لك أن مثلا تذكر لنا أهم انشغالات بلدية باش جراح؟ الانشغالات ماشي البرنامج. نعم. انشغالات المواطنين، انشغالات المواطنين تتمثل كمواطنين بلدية باش جراح ولا أي مواطن في الجزائر. نعم. تتمثل في الساكن، ولكن الناس تبحث من منطقة إلى منطقة. نعم. الناس تبحث على الساكن، كاين الناس تبحث عن النظافة، عن التشغيل، والمطلب بالكثير اللي لقيناه المطلب الناس على التهميش. نعم. كاين بعض أحياء مهمشة حقيقة. ماذا تقصد؟ اشرح لنا فقط وش هو التهميش هذا؟ ما هو مثل نعطيك مثال واعطيني أمثلة عن الأحياء المهمة مهمشة. لو تكلمنا عن التهميش أحياء البلدية كلها مهمشة بصفة. نعم. متفاوتة. حيود وشايح، تعبئة الطرقات، تهيئة عندنا. نعم. واد عندهم واد ملهيفيط. نعم. كانت مطالب الناس هذه تراجعها البلدية، مثل حي البدر. حي البدر ستاسيون مون تاع تاع سيارات ما عندهمش. هذه مطالب حضائر سيارات. هذه مطالب بسيطة بالنسبة للمواطن البلدية. لكن وأنت تتحدث عن النظافة، هناك ناس اللي مروا من سيروا بلديات يقولوا حتى المواطن عنده مسؤوليته، احنا عندنا عمال نظافه ينظفوا، والا ثم يرجعوا التجار ناس ترمي القمامات تاعها في الاماكن الغير المحدده لرمي القمامات. يعني هي مسؤوليه الجميع اليس كذلك؟ نعم، هي مسؤوليه المواطن قبل ما تكون مسؤوليه المسؤول. نعم. لكن المواطن يطرح هذا الانشغال لانه عانى. نعم. هو لانه عانى من هذا الامر. وهذا الامر راح نشوفه فيه في البرنامج، رانا حنطرقوا له. يعني ما تفكروش بان راح مثلا نديروا حمله توعيه للمواطنين على الاقل، لان ليس كل المواطنين من يرمون القمامات بهذا الشكل العشوائي، ربما البعض ولكن الجميع يدفع الثمن. شكرا السي حاليتيم امين. نرجع كذلك بالسيد بن حزازه حكيم، ما هي اهم انشغالات سكان حي محمد بن وزداد الواقع في العاصمة؟ يعني شفنا يعني من خلال الخرجات الميدانية اللي قمنا بها عبر كامل. نعم. أقطار بلدية محمد بن وزداد، المواطنين يعني يأكدوا على موضوع السكن لموضوع. نعم. حساس يعني موضوع اللي عنده بعد كبير حقيقة. يعني احنا في العهدة السابقة تاع السيد محمد عمامرة الحمد لله تمكن انه رغم الانسداد اللي كان في البلدية بدل مجهود كبير يعني وسعى، وتمكن انه يجيب البلدية محمد بن وزداد 500 سكن بين سكن اجتماعي وسكنات اللي متعلقة مختلف السكن. اكيد يعني ايضا شفنا يعني انشغالات اخرى من بينها يعني المنشآت الرياضية. نعم. المنشآت الرياضية يعني اللي سطرناها في البرنامج ديالنا ان شاء الله راح تكون ملاعب جوارية جديدة، راح تكون ايضا. نعم. مسبح شبه اولمبي. انا هضروا على انشغالات المواطنين، راح نعطي لك مثال ندخلوا النقطة تاع البرامج الانتخابية برامج اكيد في نفس المسار يعني. نعم. كان مطلب هذا مطلب. نعم. مطلب السكان مطلب السكان يعني
شكرا لك. هذا مطلب السكان، والمواطن يطلب بالكثير من الناخب ما يطلبه الناخب من المنتخب. نتابع معا. مش نحت حاجه، ما خطر دوك يقول لك هكذا وبعد كي يتحكم الكرسي ولا ما يعرفكش كامل. ما نش نستنى، انا عندي 60 سنه في سيدي محمد ما شايت والو، ما كحت ما هم، ما نستعرفش كاع بهم. انا هادو خلاص، انا عييت منهم. سيد حاليتيم امين، سمعنا المواطنين ومن حقه يعني يرفع انشغالاته، طالب بانك من المجالس الشعبيه المحليه ان تلبي له طلباته، تحسن المستوى المعيشي للمواطن، المحيط المعيشي للمواطن. ما رايك في هذه التصريحات؟ حقيقه المواطن الجزائري فقد الامل في المسيرين. نعم، نقولها كمترشح ونقولها كمواطن. نعم، المواطن كمترشح في حزب جبهة التحرير الوطني. نعم، هم المواطن فقد الامل في المسيرين. سمعنا انشغال، قال لك ما نطلب والو لانه شغل خلاص، عباره ياس. نعم، عباره ياس. نعم، انشغالات المواطنين نهضروها كمواطنين وكمترشحين، حتكون هي اغلبها في السكن، في التوظيف. معليش، لو تكلمنا فقط عن الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي، أنتم قائمة المجلس الشعبي البلدي لحزب جبهة التحرير الوطني في بلدية باش جراح، تفضل الأستاذ. ملخص البرنامج، نهضروا على خطوط عريضة. نعم، زيادة في عدد السكنات الاجتماعية حيكون مطلب الأول. سعي تسعون ولا أنتم لا تطالبون فقط، تسعون لمثلا جلب حصص سكنية. نعم، حصص سكنية كثيرة، توزيع الحصص السكنية اللي راهي متوقفة في العهدة. نعم، هذيك حنوزعوها. تكلمت عليها هذه النقطة للمرة الثانية في الاستوديو، لأنها ما هو سبب توقف هذا؟ عندكم معلومات؟ سبب التوقف توقف توزيع. نعم، توقف توزيع مرتبط ب أمور سياسية اللي جزت عليها البلاد أولا. نعم، وثاني الأمور اللي حصلت في البلدية، عندنا أكثر من 3000 طالب. هذه سكنة اجتماعية. سكنة 3000، أكثر من 3000 طالب، إن راهي متوقفة في 2012 طالب. نعم، من 2012 ما توزعتش، هذا يراه يعتبر مشكل في البلدية. نعم، إذا في حالة وصولكم راح أنت توزع هذه السكنات. علاش ما توزعتش؟ كي نقولوا إحنا علاش ما توزعتش، لأنك الناس كاين ناس مسؤولة عليها خافت تتحمل المسؤولية. بإذن الله لكنا احنا يكتب ربي يكون وهي منتخبة وهي منتخبة. يعني كانت وعدت المواطنين بأنها تبيع حمص سكن. نعم، وخافت تحمل المسؤولية، خاطش مسؤولية كبيرة. 2000 مسكن، 200 مسكن ل 3000 طالب راهو يعتبر مشكل. نتحملوا احنا المسؤولية، احنا مستعدين نتحملوا المسؤولية، نمدوا لكل ذي حق حقه. هذا أمر كما يقول لك. نعم، ماشي الاولويات، ماشي و... ماشي. نعم، هذا ماشي بيدنا اللي يدي ولا اللي ما يديش. هذايا كاين ملفات، كاين اسباقيه في الملفات، كاين تمر على مراحل باش يكون الانسان. وان شاء الله وان شاء الله نقضوا على الازمه هذه في البلديه تاع باش جراح ولا في بلديه الوطن كامل، خاطر هذا راهو مشكل يخص المواطنين كلهم. اكيد ازمه السكن وطنيه، يعني معروفه وطنيه. نعم، ونسعوا السكنات التساهم، اذا طبع التساهم الالبيه. نعم، عندنا 245 حصه. نعم، نسعى ونوزعوها توزيع يكتمل الانجاز تاعها. لم يكتمل راهم في الملف الاخير باش يعيطوا لهم يخلصوا. نعم، وان شاء الله يكون التوزيع تاعها عادل بين احياء البلديه. نعم، هذا امر ثاني راهو مشكل. عندنا ثاني اكثر من 4000 طالب. نعم، حتكون دراسات كثيره باش تمد للناس هذه المساكن، ونسعى لزياده الحصه. وهذه السعي لزياده الحصه تولي لشخصيه رئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس الشعبي البلدي. اكيد زيد خارج السكن في البرنامج تاعكم، معالجه مشكل السكن. نعم، من هدف البرنامج السكن الهيكله التربويه والثقافيه. نساهموا في التسيير الجيد للمؤسسات
التربويه مع التنسيق المدارس والمطاعم المدرسيه مع التنسيق مع المصالح المختصه في الهياكل الرياضيه. عندنا ملاعب في طور انجاز، عندنا ملاعب جواريه، ملاعب جواريه. نعم. عندنا في كل حي من الاحياء كاين ملعبين على الاقل. نعم. يعني هذه الملاعب مشوشة اصطناعية، العشب الاصطناعي. التهيئة العمرانية راهي ثاني داخلة في البرنامج. الأضواء نبدلوا نديروا اللاد، الأرصفة والطرق. ما هي حال الطرق في بلدية مزراعة؟ حالة كارثية. نهضر كمواطن قبل أن كنا مترشح. نعم. بإذن الله لا كنا في المجلس نعالجوا هذا المشكل. هذا المشكل ماهوش مشكل صعب بالنسبه للميزانيه تاعها، نقدروا نتكفلوا به. ماشي يمكن من المشكل تاع السكن، المشكل تاع السكن راهو كبير، بصح المشكل تاع التهيئه العمرانيه راهو صعب. خاصه بالنسبه للاحياء والشوارع الى اخره، هي من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي. نعم. النظافه والمحيط نتعاملوا مع الجمعيات ولي كوميتي كارتي اللي نوفروا لهم، حنايا نوفروا لهم بيئه العمل. كانت من قبل نديروا جمعيات مهتمه بالنظافه، كنا نديروا منافسات بين اجمل حي في بجراح. نعاودوا نحيوا هذاك التنافس، الروح التنافسيه. نعم. بين احياء المجتمع. كاين فئه مهمشه كثيرا، ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. اليتامى، الارامل، المطلقات. كيف ستخدمون هذه الفئه؟ النساء الماكيتة في البيت. حنا كان في البرنامج فتح دار ثقافة في البلدية القديمة، المشروع قريب يكمل. نمدوا لهم فرصة للصناعة المنزلية، للصناعة التقليدية للنساء. ندير لهم تجمعات. عندنا ساحة تاع المترو في المترو في بجراح 3، وعندنا ساحة تاع المترو في بجراح 1. تكفي انك دير تظاهره ولا دير معرض للصناعه المنزليه، هذه داخله في البرنامج. يعني تقدر تفتح لهم حتى محلات، يعني يخدموا فيها في المعارض بصفه دائمه وليس فقط المعارض. على كل حال احنا نشوف هذا كاع مرتبط بالميزانيه البلديه ومرتبط بالوضع الاقتصادي للبلاد. الانسان يحب يمد برنامج يمدوا. نتكلموا على مشكل البطاله في باش جراح. واش ما هو انتم كيفاش تشوفوا انتم باش تخلصوا من هذا المشكل وتخلصوا يعني ولو يعني نسبه من الشباب من البطاله؟ نشجعوا القضاء على البطاله، نشجعوا انشاء المؤسسات المصغره. نعم. نشجع انا كشاب، نشجع الشباب تاسس مؤسسات مصغره ونتعامل. لكن ما يحتاجش تشجيع فقط، حتى تسهيلات المحلات هي فيها مشاكل. على كل حال الشباب كامل يحبوا يستثمروا، ولكن قلنا يواجهوا في الواقع يعني عراقيل بيروقراطيه ويواجهوا كذلك مشكل ما عندهمش احتقارهم للمحلات. كي قلنا نمدوا لهم فرصه، قلنا نمدوا فرصه للشباب باش ينشا. انا ما قلناهاش كلمه فقط. نعم. معليش لازم تفصل. انت تتحدث الان والمواطن راهم يسمعوك. راح يكون تسهيل كبير خاصه للشباب. انا واحد من الناس كمترشح حنتعامل كثيرا مع الشباب والفئه الاخرى واللي في عمره مثلا 50 سنه وعنده اطفال وما يعملش، يعني هو ما نحبش في حاجه اليها مثلا. كاين فئات اللي كهول ولكن ما عندهاش حتى الدخل. هي داخله في العائلات، هي راهي داخله في البرنامج. انا كي قلت نتعامل كثيرا مع الشباب، يعني ما راهش حنهمش هذه الفئه. نعم. هذه الفئه الاصل لا حتى ما يفهموش كذلك المواطنين. المواطنين يقول لك انا عندي 40 سنه ما خدمتش ولا 45 سنه ودوكا خلاص نصنفوه ولا كيفاش؟ 45 سنه 40 سنه وما عملش نصنفوه مع الشباب. ما 50 سنه 50 سنه نرموهم نجيبوهم العجزة. ماشي. نعم. مشكل هذه الفئة. لا هذا خطاب، لأن الجميع كثير من المترشحين يتكلمون نحن للشباب كاين فئة. أنا تكلم. قال احنا نفتح مثلا مراسم تشغيل للجميع، جميع بطال، جميع اللي ما عندوش دخل نسهل عليه. أنا تكلمت على الشباب. يعمل. أنا نعم. تكلمت على الشباب كشاب خاش. نعم. أنا أقرب ليهم وأقرب المطالب تاعهم. إن شاء الله وصلتوا لي مسؤول على الشيخ وعلى الشاب وعلى لا. على كل حال في البرنامج يشمل كل فئة المجتمع. نعم.
جينا من معوزين حتى كما قلت لك طرقت نقطه هامه قلت لي كبار في السن. نعم. كبار في السن كبار في السن ثاني ماش احنا نساوهم. نعم. وخاصه كبار السن هما اللي حيمشيو اليوم 27 نوفمبر. نعم. حتكون عندهم كلمه اغلبيتهم هما اللي حيصوتوا. نعم. معناتها كون لو انه نقولوا نخدموا شباب وننساوهم راح حتنقص نسبه التصويت. نعم. كاين امر ثاني هام وما تكلمناش عليه وما تكلم عليه حتى مترشح. نعم. هي المدارس القرآنية هي ماشي تابعة مسؤوليتها البلدية، لكن أنا مثال في البكالوريا تاعي كنت ندير دروس استدراكية. نعم. وفي المسجد كانوا مطوعين في المدرسة القرآنية كنا نقرأ أحكام أساتذة متطوعين. أنا كمشروع وكبرنامج ندخلهم في البرنامج ويلقوا تسهيلات وتدعيمات من البلدية. نعم. خاطش الوازع الديني والأخلاقي والتربوي راهو في تراجع كثير. فقط بالنسبة نقطة أخرى كذلك مهمة، باش جراح ما هي الوضعية مثلا شبكة توزيع المياه، شبكة التطهير، الكهرباء، هل مغطاة تماما، الغاز الطبيعي مثلا؟ والله الوضعية كارثية. نعم. كيف نقولها بمعنى يعني كارثية؟ تصور كاين منزل ما فيهش الكهرباء. ما كاش منزل ما فيهش الكهرباء. نعم. كاين منزل ما فيهش الغاز. نعم. كاين منازل ومن فيها أهلي أنايا ما فيهاش الغاز، منزلها تستعمل الغاز. منزل أو حي؟ حي كامل. نعم. أنا أعطيتك كنت أنتظر تكلمنا على هذا المشاريع مثلا. هذا مشروع تدخل فيه الولاية على كل حال، مش مشروع البلدية. إحنا نسعى أنها تغطيها بإذن الله، نكون في المجلس والمشروع هذا ندرسوه ونبعته للولاية تصدقنا عليه، خاطش كاين أحياء مثل حي واد وشايح ولا حي لاكلاسيار، حي لاكلاسيار فيه بزاف شوارع أنها ما تلحق لهاش شبكة الغاز، نقطة. نعم. مهمة هذه. نعم. أطرقنا لها بإذن الله نسعى ويكون برنامج ويكون مشروع لإدخال الغاز، شبكة الغاز لكل أحياء. وشبكة التطهير مثلا؟ شبكة التطهير يعني تاع شبكة المياه القذرة. المشروع راهو لاسينيسمو. نعم. المشروع تاع التطهير راهو في طول إنجاز، وكاين. نعم. مشروع في بلدية باش الجراح لإعادة تجديد الشبكة. نعم. وكاين مشروع راهو متوقف تاع الواد. نعم. وهذاك مشكل كبير خاصة. نعم. هذا المشروع كيف فكرتني في هذا المشروع معنا احنا معنا في القائمة رئيس مجلس بلدي قادما في 2002 2007. نعم. كان طرح هذا المشروع تاع الواد وما قبلوهش في الولاية في هذاك الوقت. نعم. طرقنا لهذاك المشروع وراح يكون باذن الله ان شاء الله نعود. شكرا الزملاء، يقول الوقت قريب ينتهي والسي بن حزازه حكيم ما تكلمش على البرنامج تاعو، تفضل السي بن حزازه. فيما يخص البرنامج يعني اللي سطرناه من خلال دراسة عميقة كخطوط عريضة من خلال المشاركة المدنية، احنا ركزنا على إشراك المواطنين في التنمية المحلية بإشراك لجان الأحياء والجمعيات في مجال تسيير البلدية، أكدنا على العمل على تقريب المواطنين من المنتخبين خاصة من خلال إنشاء خلية إصغاء ووضع رقم أخضر. نعم. لتمكن المواطن يعني من طرح انشغال ديالو على مستوى هذا الخط. ايضا اكدنا على وضع منصه رقميه ايضا لحب ايضا يطرح الانشغال ديالو. في مجال السكن ركزنا على العمل على زياده حصه السكن يعني في بلديه تساوي لتسجيل او جلب حصص سكنيه. نعم. لبلديه. نعم. بلوزداد. لبلديه. نعم. بلوزداد خاصه والعقار موجود فيه يعني عقار يعني لان هذا هو مشكل اغلب البلديات، يعني يجي يسجل مشروع مثلا سكني ما يلقاوش العقار. اكيد هذا. نعم. مشكل كبير يعني في البلديه. احنا يعني راح نحاولوا ننظموا الامور وخاصه نشوفوا الاماكن اللي متاحه البلديه. نعم. باش تقوم بمشاريع على مستوى هذه الاماكن ان شاء الله. نعم. وتطلب مشاريع. تسجيل مشاريع. نعم. عفوا.
في مجال التهيئه العمرانيه هذا عنصر مهم. احنا في بلديه محمد بالوزداد ما يخفاش المواطنين انه بلديه محمد بالوزداد عندها مناطق تاريخيه، مناطق يعني اللي عندها قيمه كبيره في بلديه محمد بالوزداد، مثل حديقه التجارب، مثل مدرسه فنون الجميله، ايضا مناطق يعني ثوريه، البنايات يعني ايضا يعني تعودوا التهيئه تاعها من الوقت انتهى، وقت الحصه انتهى، راح نرجع فقط في ثواني فقط. السيد حليتيم امين، كلمه اخيره للناخبين، كاميرا امامك وقل ما تشاء. نطلب من الناخبين يتقدموا بقوه يوم 27 نوفمبر للتصويت لرقم 4 جبهه التحرير الوطني. شكرا السيد امين. سيد بن حزازة حكيم، الكاميرا امامك وكلم سكان بلدية محمد بالوزداد. اولا نطلب من المواطنين التوجه بقوه يوم 27 نوفمبر لتحقيق الافضل لبلدية محمد بالوزداد، وان شاء الله نقول لهم القادم افضل لبلدية محمد بالوزداد. صوتوا بقوه لحزب جبهة المستقبل رقم 2 والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بن حزازة حكيم، أشكرك على تلبية الوعد الدعوة، كما أشكر حاليتيم أمين على تلبية الدعوة، أشكر الزملاء الذين رافقوني في هذا العدد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأفاضل، موعدنا معكم في عدد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.